كوك ستوديو. إذن أحد البرامج الغنائية العالمية انطلق على قناة MBC في نسخته العربية الأولى. البرنامج يمزج الإبداعات الفنية العربية بالعالمية في لقاء واحد. حلقة مساء اليوم تجمع الفنانة اللبنانية يارا بالفنان الإيطالي تينو فازازا. نستضيف الفنانة يارا من منزلها في بيروت لتحدثنا عن التجربة. صباح الخير يا يارا. صباح الخير وأهلا فيك في صباح العربية. صباح النور. خلينا نبتدي من البرنامج. شكرا لكم. يعطيكم العافية. الله يعافيك. الحلقة طبعا اليوم حتكون الأربعاء طبعا الساعة 9:30 بتوقيت السعودية. تجربة جديدة بتغني مع نجوم أجانب وفي نفس الوقت بتغني أنواع يعني من الفن أو من الغناء أنت ما أنت متعودة عليها. كيف كانت التجربة؟ صحيح، أول شيء الفكرة جديدة مميزة بحد ذاتها، وطبعا هيدا شيء مش جديد على الفنان والمبدع ميشيل الفترياديس، بوجه له تحيه كثير كبيره لانه دائما معودنا على افكار جديده ومميزه. الصراحه اللي شدني بهالفكره هيدي انه هالمزيج هالاختلاط بين الموسيقى الشرقية والموسيقى الأجنبية وتحديدا الأوبرا. فتجربة كتير جديدة وحلوة بالنسبة لي، أول مرة أنا بشارك بهيدا الشيء وخاصة مع صوت أوبرالي مثل الفنان تينو فافارازا. فتجربة كانت كتير حلوة وخاصة أنه في تفاصيل مهضومة. نعم يارا، طب بهيك حالة يعني هل بيكون في يعني تنبه لانتقاء الأغنية العربية اللي تتناسب بالتالي مع هذا الميلودي الإيطالي إذا يجوز لي التعبير إني أسميه؟ طبعا يعني بيصير في بروفا وصار في يعني اجتماع بيننا نحن والفنان ميشيل الفترياديس لنشوف أي أغنية بتناسب هالأغنية اللي راح يأديها بطريقة أوبرا. فكل هالشيء محضر، وكان عنا عدد من الأغاني اللي محضرينها الشرقية لنشوف أي أغنية بتكون مناسبة مع الأغنية الأجنبية. وصار تحضير طبعا وبروفات كتير ورح يشوفوا طبعا كل اللي رح يحضروا الحلقة التفاصيل الصغيرة الحلوة اللي بيحبوا يشوفوها كمان وراء الكواليس. طيب يارا، هل ممكن دحين نتوقع عمل مشترك مع أحد النجوم اللي كانوا معاكي، أو يعني يمكن الفكرة عجبتك وحتسعي إنك تطبقيها يمكن مع أحد تاني؟ أكيد، يعني أنا بحب كتير، أنا عملت كتير ديو مع فنانين كبار طبعا كان لي الشرف، وبحب كتير فكرة الديو. إن شاء الله يعني انه راح نقدم كمان ديو يكون مش بس على ال يعني يكون اذا فينا نقول الاجنبي. صحيح. يعني بين الاغنيه الشرقيه والاغنيه الاجنبيه كمان نعيد هالتجربه هيدي، بس طبعا بدنا نشوف الناس قبل شو راح تكون رده فعلهم من بعد ما يشوفوا الحلقه الليله. طيب يارا، قد ايه مهم بالتالي يعني هذه الفكره للفنان العربي حتى يتعرف عليه الغرب؟ لأنه الفنان الغربي معروف بالعالم العربي، الفنان العربي مش معروف بالعالم الغربي، وهذه الحقيقة طبعا. صحيح. طبعا مهم جدا، يعني نحن كفنانين دايما بنسعى على أنه نوصل أكثر، شهرتنا توصل للعالمية، وهذا شيء كل فنان بيسعى له. نحن كمان بنحب نوصل الأغنية الشرقية لكل العالم، وهذا هيدي رسالتنا كمان وهذا طموحنا. وأنا شخصيا أكيد مهم بالنسبة لي أني وصل الأغنية الشرقية لكل العالم مش بس تحديدا بالشرق. أيوة. طيب يارا، أنت غنيتي خليجي وأبدعتي بشهادة الكثير حتى من النجوم ومن الجمهور، هل في مثلا شريط جديد أو سي دي جديد حتنزليه خليجي؟ وإذا ممكن تغني لنا كمان صدفة اللي هي أغنيتي المفضلة لك، وكمان أكيد كثير ناس حابين يسمعوها. طبعا أنا كان عندي قبل تجربة ألبوم خليجي يعني من بعد صدفة لقلق خليجية، وهلأ أكيد عم بحضر ألبوم خليجي كامل بالإضافة للألبوم اللبناني والمصري كمان. طبعا في كتير يعني بدي أحكي عن الشعراء والملحنين اللي تعملت معهم قبل، كمان رح
كان لي الشرف اني تعاملت معهم، رح ارجع كمان اتعامل معهم، وبالاضافه كمان للملحنين وشعراء كمان جداد من كل الخليج العربي والعالم العربي. وسارة طلبت منك اغنيتها المفضله ولو مقطع يعني، فبالتالي ما دام سارة مفضله قالت معناها يلا مفضله. الله يخليك. صدفه ومن بين كل الناس علقني، من يوم شفته وعيني جات في عينه، حسيت شي في عيونه حيل يجذبني، ولما ابتسم بانت بوجهي تلاوينا. يلا قليل خير من لا شيء. يارا قديش قديه يعني الفنان بيرتاح انك يعني تفضلتي قبل شوي وقلتي انه مجموعه من الكتاب والملحنين تعاملتي معهم، بدك تردي تجددي هذا التعامل، قديه بالفعل مهم انه الفنان لما بيجد يعني اسلوب معين ويعني راحه في التعامل مع كاتب كلمات او ملحن في انه يواصل هذا التعامل معه؟ اكيد، وخاصه لما الفنان يحس حاله انه نجح مع شعراء وملحنين معينين، بحب انه يحافظ على هالنجاح ويحافظ على هالروح هيدي الحلوه اللي بتصير بين الاثنين. يعني الفنان بيتعود على او بيكون عنده بالاحرى نمط معين بحب هو يمشي فيه، ولما يلاقي مع ملحن او شاعر معين اكيد رح يكمل فيه. طيب يارا، فيديو كليباتك عادة ما بتكون كده يعني مليئة بالأحداث وكأنها يعني زي فيلم صغير، هل نتوقع أنه ممكن نشوف يارا بتمثل في يوم من الأيام؟ إن شاء الله أكيد، يعني بحب كمان أني أخوض هالتجربة، بس أكيد مش هلأ، لأنه هلأ أحب أكثر ركز على الشيء اللي أنا بحبه أكثر اللي هو الغناء. ولكن قد في خطورة بهذه المسألة يعني، لأنه صراحة في فنانين دخلوا مجال التمثيل ولكن لم ينجحوا لم يوفقوا فانعكس سلبا على شعبيتهم الغنائيه، زي ما في فنانين دخلوا مجال التقديم الاذاعي فشلوا ايضا وانعكس عليهم سلبا. طبعا انا بالنسبه لإلي يعني الشيء اللي بحبه وبحب اني ركز عليه اكثر هو الغناء، لانه اذا بتجه لشيء اخر اللي هو تنقول التمثيل، كل شغله بدها وقت، بدها تحضير. التمثيل يعني كمان مش سهل ابدا، بده دراسه، بده تنظيم، بده وقت، فشوي بتضيع الشخصيه شوي هون وبتضيع انا شو بدي. يعني اذا دخلت بالتمثيل هلا شوي رح ابتعد عن الغناء، فهيدا الخطر شوي بالموضوع. حسب الفنان شو بده، حسب شو حابب يقدم. أنا بالنسبة لإلي حابة أكثر هلأ أعطي كل وقتي للغناء، وممكن إني أخوض بعدين لما يكون في دراسة مضبوط للتمثيل، لأنه يعني بمثل بالكليبات بس ولا مرة جربت إنه أكون أمام الكاميرا عم بحكي مع شخص أو عم نجسد شخصية معينة، هذا صعب كثير وهذا بده دراسة، فإن شاء الله رح يكون له وقت لحاله بعدين. أيوة يارا، في كثير أسئلة بتجي إذا عندك حساب على تويتر، وإذا موجود هذا الحساب ممكن تذكري لنا هو، وهل أنت شخصيا اللي بتكتبي فيه أو في أحد بيديره؟ صحيح، أنا كنت بدي وجه تحية لكل الفان كلوب والكل اللي بيحبوني، أنا دايما على تواصل معهم على تويتر يارا أندرسكور ال بي، وأنا دايما اللي بحكيهم أكيد، وقبل شوي قلت لهم حتى من امبارح يعني كان معهم خبر انه يشوفوني معكم اليوم وناطرين، وحرام في اشخاص يعني اليوم باشغالهم وبجامعاتهم، فبوجه لهم تحيه كثير كبيره لانه ما قدروا يحضروني، بس اكيد رح يرجعوا يحضروا بالاعاده. فبوجه لهم تحيه كثير كبيره وبشكرهم كثير وبقول لهم اني كثير بحبهم. وهي وصلنا لهم التحيه لانه الكل عم بيسال على تويتر وعلى الفيسبوك حتى. بنعود للاسئله، كنت عم بتقولي يارا بانه بتحبي هي مساله الثنائي او الديو يعني مثلا مع فنان غربي، ولكن فيما يتعلق بهذا الثنائي مع فنان عربي، كنا نلاحظ انه وجود هذه الصرعه الموضه، ولكن بعد فتره من الزمن وبكل صراحه كل واحد من الثنائي كان يقول انه انا سبب نجاح
الشخص الثاني اللي معي. قديش فيها إيجابيات وسلبيات هذه المسألة؟ أنا بالنسبة لإلي الحمد لله ما كان في سلبيات، بالعكس كل الفنانين اللي تعاملت معهم يعني إن شاء الله ما أنسى، مثل الفنان راشد الماجد، الفنان فضل شاكر، حسين الجسمي، فايز السعيد، كلهم يعني كلهم بحبوني وبحبهم، وفي في علاقة احترام بيناتنا، وأبدا ما كان في هالنوع من المشاكل، لأنه نحن عم نقدم فن حلو، فن تعودوا الناس إنه يسمعونا فيه. طيب أعتقد هيدا الشيء غلط، يمكن مع ناس وناس ما بعرف. طيب يارا ممكن نسمع منك شيء كمان؟ شو؟ إذا مثلا نقول توصفية، نرجع للبدايات. توصى توصى فيه عاملني بحنيه، يلي عايش فيه على طول، من غيرك ما فيه غني ولا غني، لعيونك عيني بتقول. طيب يارا حلقات ايش ما سمعت ايش قالت؟ منيح هيك؟ منيح منيح كثير يعني، يعني لا ممتاز على الصبح كذا، احنا متعبينك على الصبح، مصحينك بدري ونطلب منك تغني. لا بالعكس، فسامحينا. بس يارا خليني اسالك عن الشائعات، خصوصا اللي تتعلق بحياتك الشخصيه، يارا تزوجت، يارا حبت، يارا متزوجه او في علاقه حب، وهل بتضايقك هذه الشائعات وكثرتها؟ لا بالعكس، لأنه كنت عارفة يعني بالنتيجة الفنان يعني لما يوصل لمرحلة من الشهرة أكيد رح يتوقع كتير أخبار وكتير شائعات رح تطاله، فبالنسبة لإلي بعد ولا شيء أثر فيي ولا رح يأثر فيي إن شاء الله. يلا أوسكار وايلد بيقول من السيء أن يتحدث الناس عنك، ولكن من الأسوأ أن لا يتحدث الناس عنك أبدا، فيتحدثون عنك بدليل أنك موجودة. وشكرا لوجودك معنا الفنانة اللبنانية يارا، بنتمنى لك التوفيق. شكرا إن شاء الله. لكم كثير. شكرا شكرا يارا. شكرا لكم، ميرسي.